يعني هل كان الناس تنتظر فقط انه عمر يقول فقط انا باقي وينتهي الموضوع؟ شوف امس يمكن ناقشنا الموضوع بس كان على عجل في ما حدث من عمر، وممكن انتقدنا تصرف لان عمر العاده انه دائما تركيزه يكون داخل الملعب وعلاقته الوطيده مع شباك الخصوم، كان لاعب يقدم الفرح ويصدر للجماهير الاهلاويه وحتى الجماهير الرياضيه العاشقه للاعب الموهوب والمبدع. اللي حدث يمكن البارح انا في اخر الحلقه قدمت رساله وقلت انه على الاهلاويين ان يغلقوا هذا الملف، تذكر محمد؟ قلت مهما كان يعني هذا الامر ربما حتى يستغل من الاطراف المنافسه للاهلي، وخصوصا الان الاهلي في المنعطف الاخير للمنافسه على بطوله الدوري، ربما تستغل هذه الامور وتؤثر في زعزعه استقرار الفريق والعلاقه بين الاداره واللاعب، بين طارق كيال، بين عمر السومو. واليوم يمكن كان اعتقد نقطه تحول كبيره حدثت في تغريده عمر السومو وايضا في تغريده طارق كيال، انا اعتقد انها شجاعه اداريه وشجاعه من اللاعب. عمر السومو يعتبر من اللاعبين القلائل اللي يكون مزيج بين الموهبه وبين الاخلاق بصراحه، حتى وهو يستشعر انه ارتكب خطا بحق الاهلي قبل ما يكون ارتكب خطا بحق نفسه، فهو يبادر ويوضح للجماهير الاهلاويه انه باق في الاهلي. هذا بحد ذاته كان مشروع هاشتاج للجماهير الاهلاويه، انه بصراحه سجل ترند اليوم أيوة هاشتاج، خصوصا انه جت هذا الموضوع. يمكن انا جتني رده فعل من بعض الجماهير، وللاسف بعض المتصيدين في الماء العكره حاولوا يرمون في قناه اطراف اخرى. انا من الاشياء اللي جتني من الجماهير انه والله في محاوله للضغط على عمر السومو وهناك اتفاقات تتم في ظلام دامس لانتقال عمر السومو الى نادي النصر. هذه طبعا يعني خليني اقولها واكون يعني بكل وضوح وشفافيه للجماهير الرياضيه، وحتى نتشرف انه يجي للنصر. اي نادي يتشرف بعمر السومو بامانه، لكن القضيه وما فيها ان عمر السومو مرتبط مع الاهلي بعقد حتى 2020، وبالتالي توضيحه وتاكيده على الاستمراريه في النادي الاهلي انا اعتقد انه توضيح ممتاز بالنسبه لعمر السومو وعلاقته مع الاهلي. لكن ارجع واقول انه الاهلي في المنعطف المهم، اي محاوله لزعزعه استقرار الفريق لا تفيد الاهلي، استغلال مثل هذا الحدث بين طارق كيال وبين عمر السومه لا يخدم المصلحه العامه للنادي الاهلي. بس والاخير اسمح لي ابو فهد، الاخير احنا قلناها البارح وانا قلت يمكن قلت عمر السومه عند جمهور الاهلي هو خط احمر، واتفقنا في النهايه انه الاهلي عند الجماهير الاهلاوي هو الخط الاحمر. من اخطا يفترض ان يعترف بخطأه. كنت ترى خطا ان الجماهير تتعامل عمر السومه خط احمر وان الكيان فقط هو خط يعني أحمر. ما كانت الجماهير الاهلاويه محمد تتوقع ان عمر السومه بيطلع بعد المباراه بهالشكل. يفترض من عمر محترف، يفترض ان يحترم قرار المدرب، قرار الاداره، حتى ان كانت فيه، خصوصا انه التصريح اللي تحدث فيه عمر انه ما كان حول المباراه، لو قال انه تغيير المدرب قال لي امور خاصه عن يعني دخل يعني فتح جميل فتح جميل. حوامش وضحت. ما كان يفترض انها تفتح صراحه. انا اقول ان